لكن ويشوف الدوري واهلاوي اهلاوي يعني لكن بيحب قوي مصطفى فتحي ده ايوه وانا كمان بحبه فلما جت فرصه ان احنا نتكلم معاه وكلمنا معاه جاله فلوس ضعف الفلوس اللي جات له فلوس سموحه قلت انا قلت له بص يا كابتن انا هقول لك على حاجه انت لو جيت سموحه واجتهدت والله العظيم هتروح المنتخب القومي وفعلا جه سموحه وراح المنتخب القومي تمام. وتالق وجايب 10 اهداف وجايز ينهي الدوري هداف الدوري محمد عبد القادر بقى احمد عبد القادر اولا انا اسمع عليه من ايام ما هو كان في تشيكوسلوفاكيا وبعدين اتفاجئت ان هو جه فين النادي الاهلي فاحنا كنا متابعينه من قبل النادي الاهلي كنا متابعينه جدا وهو اللي خده في النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب لان النادي الاهلي له قواعد معينه في حد يكون مسافر بره ولا كذا والكابتن محمود الخطيب خده وانا طلبت من الكابتن محمود الخطيب قلت له احنا عايزين ايه محمد عبد القادر ده في قعده السمك لا ملهاش علاقه طيب. ملهاش علاقه لا 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 واحنا خدناه سنتين على اساس ان الاهلي من حقه ياخده بعد اول سنه كل تمام. الاعارات بتبقى بالشكل الجميل ده تمام وبعدين لما قلت فانا طلعت في التلفزيون وقلت احنا جايبين واحد ناشئ من الاهلي اسمه كذا كذا وانا اتوقع له مستقبل باهر كل الناس بقت تضحك وتقول ناشئ تاني لسه هنعلم لسه كذا بس الكابتن احمد سامي طبعا انا متابعه قبل ما يجي سموحه 4 سنين ايوه لان هو غلبنا مع 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 نجوم المستقبل وغلبنا مع الجيش مرتين أيه. غلبنا 3 مرات انا متابعه بشكل كبير قوي واول ما ساب طنطا وراح طنطا 4 5 ايام كان في الجيش طبعا انا ما كنتش بقدر اجي جنبه لان هو في المؤسسه العسكريه ومبسوط وخاله طبعا قائد كبير في القوات المسلحه وهو ينتمي للمؤسسه خلاص اول ما مشي وبعدين راح طنطا وبعدين مشي الساعة 7 الساعة 9 احنا كلمناه وخدناه ورزقنا ورزقه على الله طيب مين اللعيب اللي فلت منك وندمت عليه؟ يعني زي ما انت بتقول اكتشفت لعيبة محمد شريف مثلا محمد شريف مصطفى محمد طبعا مصطفى ناس محمد. كتيرة طبعا ناس كتيرة كان نفسي انه ان انا اجيبه كانوا قريبين جدا مني جدا ومحمد عبد الغني اول واحد شافه بتاع الزمالك ما هو موجود اهو بص محمد عبد الغني بقى قصته بقى ازاي انا مضيته عندي في البيت مضى عندك كلهم ومصطفى محمد مضى عندي مصطفى في البيت. محمد مضى كل مضى مش ازاي وهو مضى عندك ما انا بحكي لك بس بحكي لك ما طبعا الزمالك بقى بص بقى حضرتك انا جالي واحد هقول لك برضو في ميدو وسيد مرعي ميدو حزين وسيد مرعي ايوه اما كنت في مجلس النواب فكنت ببات في القاهره فطبعا انا بحب